مريم من الغردقة. الو، ايوه، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. انا عندي ابني 5 سنين وعندي اخته سنها سنتين، دايما بيضرب فيها، دايما اقول له لا لا يزيد اكتر، اي حاجه اطلبها منه لا مش هعمل كده، ما بيسمعش الكلام، اقول له اعمل الحاجه يقف يبص لي كده، اللي هو يعني هو مش عايز يعملها بس نظرته ليا اللي هو انا عايز اعصبك، هو انا لسه حالا اشكرك. انا يعني لسه حالا السؤال اللي كان قبل كده كان بيتكلم على نفس القصه برضو والغيره بين الاطفال. ارجوك، هي الحلقه هتنزل على اليوتيوب وهتنزل على الصفحه، ممكن عشان ما نكررش الكلام مره تانية، بس اسمعي الاجابه بتاعت السؤال اللي قبل كده.